السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. ملايين الناس مطولة كده، ده بيسموه دوتي فوق كده، ليه؟ هتشكل حاجة، لأن هتاخد المرة الجاية المذكرة الأساسية اللي فيها الجنرال والشيتات بتاع السنة والكلام ده، أنا هتقلبه على التاريخ ده، عشان الجزء بتاع التاريخ أنا هتقلبه ضروري. المهم ده اسمه دوتي فوق كده، ليه؟ دوتي فوق كده ليه؟ الناس مطولة. العكس ممكن يجي لك، تبص على العيان تلاقي ادي راس العيان اهي، ادي عينين بالشكل ده، راسه كبرت بالعرض، لكن الانتروسكيليون ما اداش، هي كبرت دي بالعرض. دي بنسميها براكي كفتني، براكي كفتني. كل الابنورمال شيبس دي هشوفها في 3 شهور، طبعا عيانين ما اطلعش في لكم الاشكال. طيب ممكن تلاقي الراس شكل غير موصوف، يعني غير منتظم. ايه الحاجه اللي غير منتظمه؟ اللي هو الاس يا اولاد، الاس ما تقدرش تقول دي قاعدين، دي مش عارف ايه الى اخره. ليه؟ لان لها كذا حته بتتنزل فيها بطريقه مختلفه. دي بنسميها راس والاس، اسمها ايه؟ بليتيو كفالي. كلمه بليتيو كفالي يعني الراس عندنا ايه؟ غير منتظم. طيب دي اسئله، هناخد الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله في الكلام ده. يبقى هنا في ابنورمال شيب ولا مفيش ابنورمال شيب؟ ومسؤول عن ابو الجسم. طيب النقطه الثانيه، الاكزامينشن اوف ذا هيد، لازم تبص على الكونتيننت. الكونتيننت اهم حاجه، الانتيريور كونتيننت، خاصه في الاطفال دون سنتين، اللي هم اقل من سنتين، سنتين او اقل هبص على الكونتيننت. لكن كريم 7 سنين اظن مختلف، 7 سنين مش هيهمني الكونتيننت، الكونتيننت ده في الكلوز. طيب برضه في الاطفال اللي هم اقل من سنتين هيهمنا السوتشرز، ابص على السوتشرز أفكارها إيه؟ هي السوشيال عندنا بتاع الإسكان هي عبارة عن إيه؟ لو جينا بصينا كده على الإسكان يا ولاد من فوق أهو، هنلاقي هنا أول سوشيال هيقابلنا اسمه ميتوبيك سوشيال، اسمه إيه؟ ميتوبيك سوشيال. بينتهي ميتوبيك سوشيال ده في الأنتيريور كونتيننت، ميتوبيك سوشيال. امال ده ايه؟ اللي بالعرض ده كورونال سوشيال، اللي بالطول ساجيتال سوشيال، ده دندويد سوشيال. وطبعا دي فرانتال بون، دي بارايتال بون، ودي اوكسيبيتال بون، دي انتيرو كونتيننت ودي بوستيرو ايه؟ كونتيننت. يبقى نبص على السوشيال. طبعا لو طفل صغير وعنده هايبر كيبلس ولسه راسه مفتوحه همشي كده بالسوشيال، الاقي هتمشي بالسوشيال، لكن ادوايز هتلاقي السوشيال كلوز. طيب بعد كده في عندنا حاجه اسمها كرينيوم تيب. كرينيوم تيب ديت بنشوفها في الريسك في الاطفال اللي هم اقل من سنه، بعد سنه بتحتاج حتى لو كده كده. الحاجه الثانيه في حاجه لو كانت مسؤول مسؤولش والبنتانين مفتوحه الاقي عندهم كرينيو تيبس. كرينيو تيبس بعملها ازاي؟ بقوم حاطط ايدي كده على البونص ده، طيب هنا او هنا هتضغط، لما تضغط تلاقي راس عين الطريقه بتلف تحت ايدك زي ما تكون ماسك ماسك كور بيج بونج، طيب دي بنسميها كرينيو ايه؟ كرينيو تيبس. طيب دي اذر ساينز حتى للديزيز، مثلا هايبر كيفس ممكن احط برش لو كنت مفتوحه هنا اعمل حاجه
illumination بس. لو كنت لازم تروح راس التطور لان اللي جوه ده ايه؟ جيل ادم. طيب في عندنا حاجه اسمها ماكيولين ساينس. ايه الماكيولين ساينس؟ عامل زي بروتكشن على البون في حالات الغالي وكابلس. لو برضه السوشيال والكونتينيم مفتوح تلاقي الراس بتلف تحت ايدك ريزونانت نوز كويس تحت ايد ميه. اما لو عظم ماسك في بعض زي ما هي راس عندنا تحت البرين هتبقى مكتومه تطبق على عظم تلاقي الطبق تحت ايدك من تحت ايه؟ ميه. دي بيسموها ايه؟ ماك ايوين ساين. هذا الكلام لو الحاله اللي قدامي هاجر كيفلس وبدري ويضفوا كل حاجه عنده لسه مفتحه. شوفوا الكلام ده؟ ايوه هتشوفوه برضه في ثلاث شهور ما عنديش عيانين او لا يوجد عيانين بالشكل ده دلوقتي. طيب بعد كده حالات الهايبر كيفلس اللي هم برضه صغيرين بنلاقي عندهم دايليتد سكابينز دايليتد انتوشوس سكابينز برضه السن الصغير دي لان لسه الاسكان محدودهم رؤيه اقدر اشوف الدايليتد بينز اللي موجوده تحت الاسكان. السن ده صعب قوي ان احنا ايه نشوفها. طيب بعد كده دول اللي هيهمونا فيه البون. بعد كده ايه اللي في الجمجمه الثاني كبر في الراس ثاني. في عندنا بقى فتحات. دي الفتحات اللي عندنا اول حاجه فتحه العين. العين لازم ابص على العين. هنا هنشوف العين هنشوف دلوقتي. بعد كده الايد. بعد كده النوز. بعد كده الكورة الكاملة الماوس عندنا. طيب أول حاجة تلاقيه مفيش واحد هنقول عنده كل الحاجات اللي احنا بنقول دي قليلة وبرضه العين مش كل حاجة هتكتبها مش هتقول مفيش البسط ده في الباقي كله لكن الباقي هنتأكد بيقول ايه نو ابنورمال كلينيكال فاندينج كود بي ديتكتد نور من الكلام ده كده. طيب العين دي الابنورماليتي اللي ممكن اشوفها. أول حاجة نبدأ في الأيبراو. ممكن ألاقي واحد عنده الأوتر ثيرد أوف ذا أيبراو بص. عنده شعر في الأوتر ثيرد أوف ذا أيبراو. ده هلاقيه معانين بالهايبو ثايرويدزم. بعد كده الأي لاشز. العينين عندهم برايك فوسينيا واشهرهم الناس في بكرش يبقى عندهم فيري لونج اي لاشز. كل الكلام ده بيتجنرال مش داعي تفسخ الاصل يعني مفيش داعي هو عشان تعرفوا الكلمتين دول. ممكن الاقي عندهم ايه؟ لونج اي لاشز. بعد كده ممكن ابص على عين الولد الاقي عينين تنفتح في بافنس. البافنس ده سببه رينال ايديما او اي مسح ايديما بس غالبا مع عندنا ايه؟ ايدينا خاصة باي لاترال ايه؟ باكنس. لكن لو واحد جاي بيوني لاترال باكنس بيوني لاترال باكنس ممكن يبقى عنده حاجة في ايه؟ عنده ام سي سي عنده مش عارف ايه ايا كان لكن انا بتكلم على باي لاترال ايه؟ اوبي ايريس. ممكن الاقي العكس مش العين بنفسها ده العين داخله لجوه كويس؟ لو العين داخله لجوه يبقى عندي هنا ايه؟ سانكن ايز. دي الحالات الديهايدريشن. طيب بعد كده نبص على السكيلة جوه. السكيلة ممكن تكون صفراء يبقى العين عنده ايه؟ جونس. يبقى ابص على جونس موجود ولا مش موجود. بعد كده ممكن تلاقي السكيلة زرقاء. الكونجنتال جلوكوما ده غلط لكن يهمني في الاطفال اوستيوجينيسيس ان ذا فاكتا هناخد الاكس راي كويس. بص جنس لما فاكتا بيبقى عندهم بلو ايه؟ سكيلا. ممكن يبقى عندنا سب كونجكتيفال هامرج. الهامرج موجود. الهامرج ده موجود فين؟ عندنا حاجات بتعمل هذا الكلام زي عندنا مثلا مرض شديد جدا اسمه موفينج كاب في الاطفال بتعمل سب كونجكتيفال هامرج او العيان عنده بليدنج ايه؟ تندنسي. شكلك لماذا تريد ان تسجل
ايوه شويه كاتوس وانا طيب المهم ما يعنينا بعد كده ممكن نبص على العيان نلاقي البيوبل بتاعته جواها حتى بيضة هو كاترك ممكن يكون عنده ايه؟ كاترك عندي حاجة في الأطفال بتاعت الكاترك العين عندنا موضوعها في النظر اسمه كاراكتوزينيا الحاجة الثانية هناخد موضوع في الريكتس اسمه سيفتي نوتس كويس كده أو ال اسف الويك سندروم مش كده وبس ممكن مع عشان انت بروجيكت يحصل ايه؟ كاترك بلاش كده لازم اعرض البيوبل للايت واشوف البيوبلري رياكشن سواء دايركت او ان دايركت لايت ايه ريفلكس كويس بعد كده بقى حركه العين حركه العين اشوفها ازاي خلي العين يبص لاصبعي الجنب كده لو لقيت انه بتتفاعش يبقى ده اسمه ايه؟ استاتس اقول له بص لاي حاجه بعيده في نيوترال بوزيشن اشوف عنده سكوينت ولا ما عندوش ايه؟ اسكوينت مش كده وبس العين انتوا شايفينها هايل الشكل الطبيعي بتاع العين الابر بارت اوف ذا كورنيا كفرد بالابر اي ايه؟ فيت ممكن تبص على عيان تلاقي عنده هذا الشكل اللور بارت اوف ذا كورنيا كفرد باللور اي ليد دي بنسميها ايه؟ صن سيت ابيلنس عامله زي غروب الشمس يسموها ايه؟ صن سيت ابيلنس كلام واضح ثالث ساين هتلاقيها مثلا في بعض حالات الهيدروكيفلس كل الكلام هنشوفوه بأقصى العين ماشي انا بقوله وبعد كده هنشوفوه بثلاث اشهر بس مش كل حاجه تبقى موجوده في العين انا دخلت على عين زي كلمه كده بصيت على عين لاول وقت كده انا بصيت انا مش حاسس في اي حاجه دلوقتي مش كده كريم مش على اصبعي مفيش استجمس ما عندوش اي حاجه خالص غير حاجه واحده لفت نظري اللي هو عنده دايفرجنس سبنت عنده دايفرجنس سبنت خفيف تمام هقول ان دي دايفرجنس سبنت اند نو ابنورمال فايندينج ان الاي مش هقول له ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ماشي كده طيب بعد كده الودان الودان هيهمنا ايه اول حاجه البوزيشن ودليل والوزن نورمال في التدريب. فكان الوزن الطبيعي ان انا لو خدت سطر من النادرة الانجل وسطايل لحد النص اللي ورا هذا السطر المفروض يعدي مين؟ البيتريكس. سواء في نص التريجر فوق التريجر تحت التريجر شويه المهم ده النورمال بوزيشن بتاعي. باجي في الماسورة اللي معايا ونحط الماسورة طرفها هنا وطرفها على النص اللي ورا واشوف الماسورة هتعدي على التريجر ولا لا. احنا يهمنا اللون سيت كير. يعني كده الحالات بتاعته هتلاقي الوزن تحت مستوى هذا الايه؟ الخط لو ست اي انا اذروايز البوزيشن ده كده نورمال الحاجه الثانيه الشيب الوزن اللي حضرتك شايفها دي شكلها طبيعي ولا شكلها مال فورمد يعني هي مال فورمد دي ولا شكلها نورمال طيب بعد كده السايز انشفاف يعني حجمها كبير زي على اللزوم او صغير ملفت للنظر يبقى هنا والله انا شايف ان السايز يا اما الوزن صغيره يا اما الوزن شايف ان هي كبيره يا اما شايفها ان هي افريج سايز بعد كده يهمنا الشارج قرع كتير بص ودانه في اي افرادات نازله من ودانه ولا لا مش كده وبس هيهمنا الواد بيسمع ولا ما بيسمعش وده هيبان من خلال التعامل معاه او يسال ام انت لما تناديله بيسمعك ولا لا لو طلبنا طفل انت اللي تردد كان تناديله مش هيسمع لكن بيلتفت لاي صوت حواليه يبقى معناه ان هو ايه؟ ان هو سامع بعد موضوع الوجدان عندنا النوز 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 بقى يهمنا ايه؟ النيسل تيتنسي. كويس؟ في نيسل كونستراكشن ولا لا؟
نزل كونستراكشن لو في سنورنج معايا قاعد شاطر قدامك يبقى احنا بنجي نزل ايه؟ كونستراكشن. طيب في قوارض قدامك العام بيشطر. في الحاله دي يا ترى باي لاترال ولا يوني لاترال؟ خلي العيان اذا كان منتلي يعني اوير، اذا كان منتلي نوت اوير تخلي المام تعمل كومبريشن على ناحيه ونشوف التشكيل هيجي ولا لا، كومبريشن على الناحيه الثانيه ونشوف الوضع ايه عشان اشوف هل هو يوني لاترال ولا باي لاترال. دي نسبه الشارج ولا مفيش ايه؟ نسبه الشارج. واخر حاجه ببص عليها نسبه ايه؟ بريدج. ديبريست ان ذا بريدج ولا بروبلم ان ذا بريدج ولا نورمال؟ مفيش كومنت عليه. بعد كده الماوس. الماوس اهتمينا بيه ايه؟ اول حاجه شفايف. قلب النظره كلها. كويس؟ لو في بالون واضح هتقول في بالون. لو في عندنا سيانوسس واضح هتقول في ايه؟ سيانوسس. ما احنا شفنا سيانوسس مره اللي فاتت. تمام؟ النهارده هشوف بالون في الدبس. كويس؟ الكرونيك مريض الخليج. يبقى هنا في بالون او سيانوسس. بعد كده لو شفت مارشونس ما احنا شفناه في حته وخلاص. يبقى هنا في بالون او سيانوسس يبقى اللون. بعد كده هير ليبس اي انومالي زي الكاسترك. بعد كده ماستريشن. ماستريشن ممكن يبقى في انجل او في اللبس نفسينا. اللبس مشققه. مشققه. كويس؟ دي معناها ساين اوف فيتامين ايه؟ بعد كده يفتح العيان بوقه، اول ما يفتح بوقه معلش يهمنا الماوس اوردر. كويس؟ الماوس اوردر لان ممكن يبقى في حته دخل اشخص حاجات مهمه جدا زي الاستون اوردر بتاع مين؟ الماوس اوردر بتاع النايل كيتونوريا، ما بتصير بيقول ان دي وهكذا. احنا عندنا حاجات شمال كتير قوي بالاطفال بالشم لفت نظر ان احنا نعمل المرض ده ايه؟ طيب بعد كده نبص على السنان. كويس؟ العيال اللي كان صغير هل التيتنج ده ماشي مع سنه ولا لا؟ ولا هو مش ماشي متأخر مثلا؟ هل في سنان فيها ديكي يوز ولا مفيش؟ يعني حاجه مسوسه ولا مفيش؟ قالك ان هذا ايا كان اي نمر جديد مكان. وبعد كده الدمس الطنج واخر حاجه ايه؟ الصوت. خلينا عايزين يرموا مثلا في الطنج تلاقي لسانه ابيض. لو لقيت عايز لسانه ابيض ايه المشكله؟ ممكن يكون منيل، ممكن يكون منيل في كرس الاول لو عايز رضيع، ممكن لسه رابع لبن مجبن على لسانه. ازاي اخلي الدمس في كرس؟ فقط الميزان اسحب هتطلع معاك. لكن لو اي حاجه ثانيه هتبقى لازقه فين؟ في اللسان. يبقى ممكن ميسك بيرد، ممكن فورد مونيفيزس، ممكن يبقى الفورد تاش بتاع التايفويد. التايفويد بيعمل وايت بوزيتيف فن مش كده وبس. السكارت فيفر بتعمل حاجه اسمها وايت سروتري فن. وتبقى ممكن يكون لسان ابيض وتبص على السروت طبعا خارج الكلام في الايجنسي. دي مشاكل لو خد الانسان من هذا او الانسان من الاشكال طول كل هذا يبقى في مشاكل. كارلي فيفر ليه مثلا نعم. كارلي فيفر يبقى عندهم وايت سروكري فان. متحول بعد كده الى ريد سروكري فان. ليه؟ اللي بقى عندي ميكروبس على الميكروبس عملت ايه؟ مش وايت. طيب احنا الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي احنا كده كلنا موجودين. بقول قبل الدربكة قبل أي حاجة قبل ما الناس عايزة تلحق بقى وتعمل القصة دي كلها. الأسبوع اللي جاي إن شاء الله إحنا غيرنا مواعيد النظر بقى يومين بس. ثلاثة لو حد وثلاث حد سبعة صباحا وثلاث سبعة صباحا وعادوا نفس اليوم بتاع ثلاثة لخمسة عشرة. كويس؟ نصلي العصر مدة ثلاثة وربع كده. المهم ده النظر. هنتكلم بقى على حصتنا احنا. احنا هيبقى الحصه الاولى سيبوا الكلام عشان برضه لقينا احنا بعد استفتاء ناس كتير جدا عشان برضه لا ضرر ولا ضرار. الحصه الاولى السبت صباحا وعاد الحد من واحده لثلاثه صح كده؟ السبت الصبح وعاد الحد من واحده لثلاثه.
مفيش لهم الا قطعة واحدة. لا يا دكتور احنا بنخلص واحدة ويا دكتور. لا واحدة لا واحد استاذ فاضي بقى تستأذني بس يا بلد. المهم يعني كله هنا ترند. يبقى احنا عندنا من 7 لـ9 يوم السبت تعاد الحد من الساعة 1 لـ3. طبعا احنا عملنا كده ليه؟ لان احنا كنا بنحصل مجتمعنا يوم السبت طلع الناس في ناس بتسافر في ناس عندها اطفالنا بتاخد الصبح يوم السبت ايا كان احنا مش عايزين حد يتأذى من هذا الأمر. النقطة الثانية فرصة ثانية في المواعيد اللي هي ايه؟ بدات من 1 لـ3 لـ4 طيب في مشاكل ويبدأ الجمعة يوم الخميس. مفيش يوم الاثنين؟ يوم الاثنين طبعا في درس بطنة الساعة 7 الصبح ويبدأ مفيش بطنة مين؟ بطنة مين 7 الصبح؟ بطنة ما اعرفش مين اللي بيجي البطنة. نعم؟ يعني ايه قسم مجمعة؟ قسم مجمعة يعني مجمعتين مع بعض. يعني لا تعاد. حصة مجمعة يبقى فيها أكاديمية. هيبقى فيها عندنا الإكسري، هبدأ أقول إكسري. هما أسبوعين اتنين. الأسبوع اللي فات بعد كده بس، أسبوعين اتنين بس، خلاص. وبعد كده في أسبوع كده. تمام كده؟ أنا عايز أطلب الكريتيكال الأسبوع ده أهو اللي جاي بنلعب. نظبط الموضوع الكريتيكال ده وأطلعي. نعم؟ خميس 7 الحصة الثانية زي ما هي ثلاث الحصة الثانية جريمة ثلاث 1 لـ3 و4 لـ9 الحصة الزيادة يعني كلنا مع بعضينا تمام يوم الخميس 7 لـ9 صباحا مش بكره انا ما اقدرش افاجئك انا بديك اعداد 24 مواعيد الفرق اي بلد في العالم لازم على 3 مواعيد تبقى مظبط الجدوله الكنوزه بتاعتك في وقت كافي ماشي؟ لسه ما خلصتش ماشي؟ الحلقه المجمعه والحقول اكسبيرينس احنا بنستغلها بقى ايه؟ لازم يعني هيبقى فيه تضحيات شويه سبيل ان احنا برضه ما بنفكرش الناس ينزلوا جمعه ولا يتصلوا بيهم في الاكل. وبنحتاج ظروف كل الناس وما بقتش فاحنا الحصه بتاعت الحصه الاولى هنكمل في حالتين كلينيكال يعني هنجيب حالتين ادلت وهنجيب حاله تشين مايوباثي هنعمل رشا ديفينيشن ثاني علينا بس تقريبا مختلف او ديزاين بتاعها ثانيه وهنجيب حالة لينف نود بحيث نعمل الكرنيشة لينف نود نعمل الكرنيشة لينك عليها إلى آخره ده الحصة الكلينيكا القادمة يبقى هنقول لينف نود الكرنيشة وهنجيب دوشان روبرتي نعمل عليه الراشكا الكرنيشة وهنجيب حالتين أرض الحصة الكلينيكا الثانية خلاص كل واحد عارف معينة بقى هبدأ في الإكس راي ببدأ أحط روز عشان أحط البيت لازم عدد صغير الحصه المجمعه اكمل الاكس راي واخدين بالكم وبعديها بيبقى فيها داتا شو نوريكم بعض الساينس على الداتا شو في افلام فيديو الاكزامينيشن والحاجات دي كلها يعني نفسها فانتاستيك يعني تفصيلي كويس بحيث الاسبوع اللي جاي هيبقى مراجعه كلينيكال مع تكمله الايه؟ الاكس راي ونيجي قبل الاسبوع نراجع الاكس راي كمان مره نشوف الدنيا اخبارها ايه. والامتحان لسه اتحدد ولا لسه؟ لسه ما اتحددش انا هتحدد لسه اول ما تبقى الجاي ان شاء الله. ما اعرفش اقول لسه. المهم يعني ده بالنسبه للبروجرام هنشوف ان شاء الله الاسبوع الجاي. يبقى ده بالنسبه بقى للكريم. كريم قصته ايه؟ ان هو عنده هايدروكابس. انا مش زي ما قلت كريم يهمني ان هو بينزل الامتحان في صورة ايه؟ كل زمان بننزل كريم يا اما بنقول بيتعمل هات او بيتعمل
أو يقول لي examine deep bend relationship between lower limb أو torn في lower limb أو اعمل لي superficial repressive whatever حاجة فيهم. لكن في الحقيقة كريم بقاله فترة ما بيعملش physical therapy فأنتوا شايفين إن في deformity في lower limb واضحة وصعب جدا إن إحنا نتحسن الوضع. أنا ما أعرفش ليه لا بصعوبة لأن اللي بقى بيحصل عنده فيروس حول المصل الثاني دي تشتغل كويس رغم بتاعت الفيروس بمعنى ان الريجيمة النية ما تقدرش تعيد عن كده فاني رماش كالإكسمنيشن بكريم صعب جدا ان ينزل الامتحان ليه مش خاص تبقى تجيب ولا تبقى الريجيم وبرضه الخاف عليه من الناس المصر ليجيب الريجيم صعب واضح فاحنا بنقول نتفادى الامور وما بندخلوش كانه حاله ايه ميو بيكون عليه التكتامين ده ايه؟ تدخل او التكتامين ده هاته. طيب ما دي عامل التكتامين وتستو تبدأ في اول حاجة ان انا ايش مين؟ بالضبط كده ابدأ في البوينت ده هاته. حد دي مذكورة يا جماعة. ده كريم ماشي ماشي المهم يعني انا قدامي الماسوره اهيت في بعض الماسوره بيبدا في عندها ناحيه بالانش ناحيه بالسنتي هنا الناحيتين بالسنتي المهم ابدا بناحيه كويس تبقى بتامن فيه ابدا بالطرف ده وامسك المزوره كده اشدها ان هي نان ايه؟ استريتشبل ما بتبطش كويس؟ وبعد كده بنعمل ايه؟ اثبت المزوره هنا في الفور هيد لما تبقى دايره كويس فاحنا كده حلوين جدا فيا ريت الناس عايز تقول واحد لا ما ده الفور هيد بحيث زي ما حضراتكم شايفين كده ان هي بين الاي براو وبين الانتيور ثيرد لاين بحطها هنا كده تمام وببدا امشي المزوره على الاوبس بالورا يعني ما شاء الله بيساعدني تمام واشوف الوضع ايه ادي المزوره هنا نهايتها اهي 59 ونص طيب كده يبقى هنا الخمسه الكامبرنس 59 ونص يبقى اقول له الخمسه الكامبرنس 59 ونص ده تقول لك مين ورا طيب ماشي تعال الشيبو ذا سكال انا عندي ذا سكال لارج سكال لكن نوع سبيسيفيك شيب ده تقول له جيتني ولا مش عارف ايه ولا الشكل اللي احنا قلناه ده بعد كده الفونتانيل ما احط ايدي مكان الفونتانيل هنا هي كلوز بس في ديبريشن مكان الانتيرور ايه فونتانيل كل الكلام ده هتشوفوه على كريم كويس هتلاقي فيه ديبريشن مكان الانتيرور ايه فونتانيل ممشي مكان السوتشرز السوتشرز برضو مكانها واضح ان فيه ديبريشن معناه ان كانت زمان ايه واسعه وبدات بعد كده يحصل لها ايه كلوجر زي مثلا مكان مجرى ميه بدات تجف برضو يبان ان ده كان فيه مجرى مائي هنا هنا كان الجزء ده مفتوح فمكان الايه السوتشر هنا الميتوبيك سوتشر واضح ان هو في ديبريشن السجنال سوتشر مش باين لكن الكورونال سوتشر برضو واضح فيه ان في مكانه كان فيه ديبريشن طيب بس سوتشر كلوز لكن في مكانها فيه ديبريشن الفونتانيل كلوز بعد كده كرينيو تيبس لا انا هنا ما عنديش كرينيو تيبس بضغط هنا هو ما فيش كرينيو تيبس طيب بعد موضوع الكرينيو تيبس برضو في حاجه احنا معلش معذره في المشينه هنقولها اللي هو الهير لازم في الراس تدي كومنت على الشعر الشعر لونه ايه؟ بلاك بعد كده تكشر الملمس بتاعه ان هو كورس هير كويس خشن تمام كده؟ مش ناعم طيب بعد كده الانتجريتي قوته ايه؟ امسك الشعره كده واشدها ما اطلعش شعر في ايديا يبقى جود انتجريتي او نورمال انتجريتي لكن لو واحد عنده كشر كور تمسك كده شويه شعر يطلعوا فين؟ في ايديه ايزلي بيكابل هير طيب
بعد كده في حاجة عندنا اسمها anterior hairline وحاجة عندنا posterior hairline. anterior hairline هنا normal والposterior hairline هنا normal. أمال أنا بشوفه abnormal فين؟ في حالات مش هتنزلني. يعني مثلا كريتن تلاقي الانتيرور هير لاين في وسط الجبهه كده في شعر بادئ من فوق الحواجب على طول شعره. طيب الترنر بيبقى الشعر نازل من قفاها من ورا نازل على ظهرها من ورا كويس الهير لاين تمام. يبقى هنا اسمه لو بوستيرور هير لاين. يبقى هنا بقول الهير ان هو بلاك ان كلر بلاقيه كورس هير بالاضافه لكده الانتجريتي نورمال انتيرور اند بوستيرور هير لاين ار نورمال. يبقى انا كده اديت فول كومنت على السكال. ينفع هنا اعمل الترانس الومينيشن تيست؟ لا لان الكونترين ايه كلوز. ينفع اعمل الماكيون ساين؟ الماكيون بعمل بركشن كده ممكن بالاندكس فينجر كده على البون هتقصه بالايه بالطبل لو الكونترين مفتوحه والدنيا مفتوحه. يبقى هنا كل ده مش موجود. بعد كده ابص على عين كريم. لما ابص على عين كريم كلكم هتلاحظوا هذا الكلام ان عنده دايفرجنت سكويت خفيف كويس دايفرجنت سكويت. طيب بعد كده مفيش اي ابنورماليتي اخرى فين في العين. نبص على النوز في عندنا سنورنج طول الوقت احنا ايه سامعين هذا السنورنج. ممكن يكون نتيجه بلبر افكشن وارد ممكن نتيجه في ايه اوبستراكشن. نقوم قاعدين كده كل حاجه زي ما هي. طيب يبقى الموضوع كله ايه بلبر من ورا لان الموضوع قفلناه مفيش الستوري دي ايه ما زادش. الموضوع كله ايه بلبر. بعد كده انا شايف نزل الشارج مش شايف جاي ساعتها تلاقي في نزل ايه الشارج. النزل السيبتم بتاع كريم ايه زي الفل ما فيهوش مشاكل. بعد كده نبص للودان كل واحد ناحيه وجهه. الودن ده مكانها فين؟ اجي كده في المزوره اللي معايا او الم او اي حاجه من اللاترال انجل اوف ذا اي لحد الاوكسبت ورا لحد الاوكسبت ايه ورا. هنا واضح ان الجيل تحت مستوى هذا الايه القط لو سيت. لو سيت ليه؟ لان الراس كبرت لفوق مش عشان في حاجه عشان الراس كبرت ايه لفوق. هنا عنده لو سيت ايه لكن شكلها طبيعي السايز بتاعها ايه طبيعي في ايه ديسشارج اطلاق. شايفين كريم قاعد يبحلق وقاعد يضحك عليا والكلام من ده كله معناه انه هو سامع كل حاجه. يبقى هنا الهيرنج ايه زي الفل. بعد كده بنيجي نبص على الماوس. هل كريم عنده بالور؟ انا مش شايف لا في بالور ولا ساينوس لكن في دراينس في اللبس واضح في دراينس في اللبس واضح فكات خفيفه خالص في اللبس. بعد كده انا معايا طرش ومعايا خاصه التان. نفتح بقه ونبص على السنان نبص على اللسان ونبص على زوره كده مجرد تمثيل قدام ايه الممتاح. لقيت اي حاجه ابنورمال يبقى اكتبها وخلاص. ده بالنسبه لكريم. الامتحان القادم بينزل عليه مجرد ان هو يتامل ده ايه امتحان في مشاكل في مشكله يتكتبوا في ثلاث دقائق دكتور ومفيش بروسيجر معايا مجرد قاعد ايه تبقى احلى ويرضوا اللي انت عملته ايه لمين تسكال تسكال. نعم وبصيت على البوزيشن اوف ذا هير اللي انت بتعمله وحط ايدك على السوتشر او الفنتانيل مجرد تمثيل قدام. في حاجه بس في راس الفوق هنا الجزء ده بقى مهم اللي هو الشنط. في عنده هنا شنط اهي ديت مركب لهم شنط عباره عن تاخد باي باس للسي اس اف من اللاترال فنتريكل لحد البروتينيوم. يعني هنا دي نهايه الشنط اهي في بطنه هنا اهو الشنط دي ماشيه زي الخرطوم هتحسوا تحت الاسكان بس ما حدش يتك على الصمام يا ولاد عشان ما نبوظهوش تمام. لان هنا في باب بلاش تتك عليه بس هتحس الشنط هي تحت الاسكان ماشيه كل ده ومنتهيه في البريتونيه. يعني عشان يوصل السي اس اف الى البريتونيه تاج حاجه اسمها فنتريكلو بريتونيال شنط هناخدها برضه في النظر بتاع مين الهايدرو كابلس. في برضه دكتور في مشاكل بتاعت الصلاه في حاجه كده مكان السوشيال خلاص يا ولاد في مشاكل. طيب نعم الاوبسيت انت بص على راس العيان من ورا الموست برومينت بارت اوف ذا بون بتديني الموست برومينت بارت. هو احنا ممكن نقيس من تحت لفوق راسه عشان ما نقعدش نرفع راسه ويتقوي يعني حاطه الماسوره تحت اه طب بتاع فوق مشكله كل ده وارد. يعني جاي تقوم حاطط الماسوره من ورا او تحطها من قدام او تجيبها من الجنب اي اصلا
انا مش بلاش القضيه المهم تجيب ايه ساعه طيب بعد كده الحلقه الثانيه فضل كريم رحاب 15 سنة عندها كرونيك هيموليتيك أنيميا برضو رحاب احنا بنزلها الامتحان برضو الزمن سهل عشان تبص على الفيشن بتاع اثنين الكرونيك هيموليتيك أنيميا نفس الكلام اللي انا قلته دلوقتي في كريم هنعمله برضو هتقيس للكانسر كونفرنس بتاع رحاب طبعا ما ينفعش نقيس للكانسر كونفرنس في كحكه ورا لازم نقول لها الامتحان لازم نقول لها لو سمحت يا رحاب فك الكحكه دي واحنا طبطاب واحنا بندخلها نقول لها يا رحاب بلاش كحكه النهارده طيب وهي عارفه هذا الكلام ربنا يكرمك المهم وبنيجي نقيس الكانسر كونفرنس بعد كده لحد 15 سنة كونتالين ايه وسوتش فرق ايه وفصل دي ايه كل ده ملوش اي لازمة بس هبص على الشعر بتاع رحاب لما تشوفه بقى بقول هو ايه زي ما احنا قلنا الكومنت ايه بتاعنا بعد كده هيبدا بقى ساينس ايفنت مهمة قوي اول حاجة العين تعالى بص على العين هتلاقي عندنا ايه في عندنا بونس تنش هيوضح هي حاجه كل حاجه هبص على اللور بودي هتلاقي فيه ايه جونز ده شكل جونز بتاع مين كرونيك هيموليتيك انيميا طول ما فيش نيرفال افكشن او في سيستم افكشن بيبقى جاست في اللور بودي ليه لان في كومبنسيشن بين في الليفر شوفوا بقى النظر لما اكون عارف نظر الدنيا في المكان كل حاجه مفهومه يبقى هنا عندي تاج اوف جونز مش كده وبس انا حاسس ان الحاجه عندها باطل ايه خفيف حاوز هذا البطنس لكن نو اب نورمال فايندنج اخرى ديتكتيف فين؟ في العين. نيجي بعد كده في النوز انا عندي هنا ديبريشن ليزر ايه؟ بريدج وبعد كده نشوف في نزل ديشارج مفيش نزل ديشارج بعد كده في سنورنج انا مش ماليش تابع ايه سنورنج انا بشم مش تابع سنورنج يبقى مفيش نزل ايه؟ اوبستراكشن بعد كده واضح كده بقى في البونز بتاع الرحاب عند بروميننت هنا ايه؟ زيجوماتيك بون نتيجه هايبر اكتف بومارو مع بروميننت ابر ايه؟ شو كل ده نتيجه ان في عندي هايبر اكتف ايه؟ بون مارو مش كده وبس الكلام يبقى لي الكلام ده واضح ازاي؟ لما نخلي الرحاب هي قافله وقاعه عادي ورينا عشان تفتح شفايفها هتلاقي ان الابر جو الابر جو طالعه بره اللور جو معنى ذلك الابر جو بروميننت عن ايه؟ عارف مش الاثنين وقت على بعض الثاني اعلى من يعني من اللور جو معنى ذلك الابر جو بروميننت عشان الايه الهايبر اكتف بعد كده نيجي نبص على اللبس عندي بالون موجود واضح جدا في التحاب البالون وبعد كده هبص على الجنان وعلى الضرب وعلى الحاجات اللي احنا قلناها ما تنساش هنا بقى في الجلد بتاع الحاب مهمه قوي البشره بتاعتنا ان في عندي نقط بني موجوده على الجلد ده بتاعت مين؟ الهيموسيدروز نقط البني شايفها ديت ان هو في اير ديبوزيتس على السكين بيعمل لي الهيموسيدر ديبوزيتس اللي هو كده على الجلد بيسموه مادي فلريشن كلمه مادي معناها ان في كولكشن ما بين البالور والجوندس و الاير ديبوزيتس كويس ده الشكل بتاع الاير ديبوزيتس واضح قوي الاير ديبوزيتس في الايد الايد ده مش شكل ايد رحاب زمان كل شويه بتجمع نتيجه الاير بايه؟ بوزيشن وهتوريكم الارض بوزيشن اكتر على رجليها في الجبال الثانية يبقى اكتر على رجليها. رحاب زمان كنا بندخلها برضه نقول اكزامن في الابدومن اي صوره بقى تمرين في الابدومن انسبكشن في الابدومن اعمل اللي تعمله في الابدومن ليه كان عندها سكرين كبير دخلت هايبر سكرينز شلنا السكرين مش موجود دلوقتي عندها من ذكرى هذا الموضوع غير الاسكار بتاع ريجنس ايه؟ السبرينكتومي والليبر عندها مش كبير فبالتالي بطلنا ندخلها كابدومينال ايه؟ اكزاميشن دخلك على حاجه لا فيها ليبر والسبرين بتاعها مش موجود لا احنا عندنا حالات ديفكت فيوميجاني كثيره فالحاب اذا نزل في الامتحان غالبا يقول لك انزل عشان تعمل اكزاميشن مين؟ للهيد ممكن تنزل رحاب يقول لك سكين اكزاميشن
عشان تفتش على كل حاجه. ما يجي لي سؤال في الاكزاميشن هعمل ايه؟ ده انا هكمله في الحلقه المقبله الجنرال، لان هيبقى معاك الجنرال بقى هيجوا لك بسرعه عشان تبقى فاهم الجزء بتاع الجنرال. شكرا يا حبيبي. الواد الثاني جه ولا ما جاش؟ لحد دلوقتي ما جاش رد على ريكتس. طب خلينا هو موجود. المفروض في حاله ريكتس حتى لو افترضنا الحاله ما جاش يبقى شرط فلوس مش بره ما جاش. المهم حالة الريكت الاول هنشوف ايه هي الساين اوف ريكتس اللي ممكن نشوفها في اي عيان ريكتس، وبعد كده نقول ايه هو السؤال اللي لازم نشوفه على الحاجه. يا اولاد المشكله في الريكتس هي ايه؟ اي بون عندنا البون عباره عن ايه؟ عباره عن كورتكس ومطر. احنا متفقين على هذا الكلام؟ كورتكس ومطر. المضلة دي قصة بتاعتي ما طولش مالناش دعوة بيها دلوقتي. أمال إيه اللي هيهمني هنا في موضوع الريكت في موضوع إيه؟ الكورتكس. الكورتكس دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن جزئين أساسيين. بروتين بار إحنا بنسميه أوستريويد تيشو، بنسميه إيه؟ الاستيرويد تيشو ده بارت اوف ذا بون، بالاضافه الى المينرال بارت، والمينرال بارت عباره عن كالسيوم و فوسفين. البروتين بارت يا اولاد لو قبل في البون دي بنسميه اوستيو بروزس، لكن المينرال بارت لو قبل في البون دي بنسميه الكبار ماليشيا، وفي الاطفال بنقول عليه ايه؟ ريكتس. طيب ما مشكله الريكتس دلوقتي؟ في المينرال ولا البروتين بار؟ في المينرال بار. فلذلك لما بتيجي نعرف الريكتس عباره عن ديفكتيف بون مينراليزيشن، يبقى في ديفكتيف بون ايه؟ مينراليزيشن. ايه ديفكتيف بون مينراليزيشن؟ مينرال بار قال ايه؟ يا اما كالسيوم قل، يا اما الفوسفيت قل، يا اما الاثنين مع بعض. طبعا اكثر الانواع نتيجه ان الكالسيوم ايه؟ قل. ما يعني؟ هنيجي نشوف ايه اللي بيحصل في الريكتس لما المينرال بارت يقل، وخاصه الكالسيوم لما يقل، ماذا يحدث؟ اول حاجه عشان نفهم هذا الكلام انا هقوله من السيمبل واي لحد ما يشاء ربنا ونشرح الريكتس في النظري. المشكلة الكالسيوم يا اولاد داخل البون بيعمل ايه؟ الكالسيوم داخل البون هو اللي بيدي قوة للبون، كويس كده؟ وبالتالي لما الكالسيوم داخل البون يقل، يبقى هنا الانتجريتي بتاعت البون او قوة البون هتقل ولا مش هتقل؟ هتقل، العظم بتاعه هيضعف لان بيديله صلابة وقوة. هو مين؟ الكالسيوم. طيب وبالتبعية لما يقل عندي الكالسيوم داخل البون يبدا البون يضعف. طيب لما البون يبقى ضعيف ايه اللي هيحصل؟ تخيل حضرتك انت بتسند على عصايه ضعيفه، ايه اللي يحصل مع الوقت؟ بتلاقي العصايه دي ايه؟ تتقوس عشان ضعيف، اما لو قويه ما تقوسش. يبقى هنا دي هتعمل لي مصيبه كبيره جدا في الرجل، حاجه اسمها ايه؟ بون ديفورمز. هيبقى عندنا بون ايه؟ ديفورمز. دي تعتبر من المشاكل الكبيره اللي بتقابلنا في الريكتس. ليه؟ لان العظم بتاعي ضعيف. طيب البون ديفورمز دي بيبان في صوره ايه؟ والله حسب المرحله العمريه اللي الولد فيها. الولد جاله ريكتس في مرحله وهو بيسحب، وهو بيسحب بدا يحمل على ايديه ولسه عظام اليد ضعيف. يبدا عظم الايد يقوس، تبص على ايديك تلاقيها عامله كده. كويس؟ مع السلامه.
كده. المهم عظم الايد ايه؟ اول ده بسميه ايه؟ باوينج. بسميه ايه؟ باوينج. كويس. اعرف الباوينج ازاي؟ احاول اخلي عينه احط ايده جنب الترنك. خليك دلوقتي، لا خليك دلوقتي. يبقى هنا نشوف في باوينج موجود ولا مش موجود. طيب النقطه الثانيه، بالنسبة لنا دي باوند. إذا جه العيل بدأ يحمل على رجليه وهي رجليه لسه العظم بتاعها ضاري، إيه اللي يحصل؟ والله برضه حسب المرحلة العمرية. إزاي؟ مش أنا قلت لكم الجروس موتور ديفلوبمنت، وإن العيال في أول المشي بتبقى رجليها عاملة إيه؟ الولد أول ما يبدأ يمشي رجليه مفتوحة ويمشي خطوتين كده ويقع. الولد لما يكون رجليه مفتوحة بيحمل عليها الرجل تقوس إيه؟ لجوه. لما تقوس لجوه بتعمل لي حاجه اسمها جينو بالجر ديفورمي. تيجي تضم العيان تجيب الانكل جنب الانكل تلاقي مين جسمه فين؟ في بعض. اما اي واحد فينا يقف هتلاقي فيه مسافه بينك وبين الانكل جنب الانكل، تلاقي في مسافه ما بين التونيز تقدر تمشي ايديك فيها. كويس كده؟ طيب هنا لما يحصل نقلي يبقى نيز ملزقه ببعض، دي بيسموها جينو بالجر ديفورمي. ايه؟ بالجر ديفورمي. طيب افترضنا جاته في مرحله وهو بيمشي عادي، لما يمشي عادي بقى بقى ماشي زي زيه، يجي يحمل، تخيل بقى محمل على رجليه كده ورجليه دي ضعيفه، ما تقوش لجوه، تقوش لايه؟ لبره، تلاقي العيان ماشي كده. كويس؟ ده بنسميها ايه؟ جينو بارس ديفورمي. ليه؟ ما يقع كده في رجليه جنب الثانيه تفوت اتوبيس من هنا. تمام؟ اسمها جينو بارس ايه؟ كل ده هتشوفوه راي العين في ثلاث شهور. يبقى هنا عندنا جينو بارس ايه؟ ديفورمي. مش كده وبس. ده ممكن يحصل كيرفنشر للتيتيس، تيتيس الارض ده شكل كيرف. كيرف واضح. لكن احنا كلنا عندنا كيرفنشر خفيف في التيتيس، لكن التاني بيبقى شديد قوي. ممكن يبقى انتيرو كيرفنشر او تيبيا او لاترال ايا كان. بعد كده نفس الكلام ده يحصل في ريبس. الريبس يا اولاد زي يعني زي اي بون ضعيف. مشكله الريبس ان الدايفرام بيشد فيها، والدايفرام اذا باور فور ماكسيم شغاله اول ذا تايم قاعد يشد فيه اللي هو بارت اوف الريبس. المكان التحتاني ده اللي ماسك فيه الريبس الدايفرام قاعد يشد فيه، يقوم تاني الريبس لجوه. لما يبدا الريبس لجوه كده يقوم عامل لي هنا ايه؟ جروف او سالكس. جروف او سالكس بنسميه هوريزونتال ايه؟ سالكس او هاريسون سالكس او هاريسون سالكس. مش كده وبس، النيجاتيف بريشر اوف ذا ثوركس ممكن يشد نهايات الريبس لجوه. نهايات الريبس كده هذا الجزء لما تتشد لجوه ممكن تعمل لي حاجه اسمها لونجوتيود ايه؟ سالكس. كل اللي انا بوصفه ده سببه حاجه واحده، ان المينرال بارت اوف ذا بون ايه؟ انتجريتي. فالانتجريتي اوف ذا بون قلت، الانتجريتي بتاعت البون ايه؟ قلت. طيب الانتجريتي اوف ذا بون ايه؟ ادت، فبدا العظم ايه؟ يهوس، عمل الديفورمت اللي انا وصفتها ده وهتشوفوها بعينيكم. طيب النقطة الثانية ان لما الكالسيوم داخل البون ايه اللي هيحصل؟ الكالسيوم ده ربنا عامله يعمل سبريشن للاوستيويد تيشو في بون. ليه؟ لان الكالسيوم يمنع اكسس بروتين ديبوزيت عشان يخلي العظم ايه؟ قوي، يمنع الاوفر بروتين، لان البروتين حاجه سوفت تيشو، فيمنع الاكسس بروتين ديبوزيت. فاول ما الكالسيوم يقل يا اولاد يحصل اوفر بوزيشن اوف بروتين تيشو. بيبان الكلام ده فين؟ في الفلات بونس بتاع الحته ديت بتاعت الديبوزيت هنا في الاوستيو تيشو، الديبوزيت هنا في الاوستيو تيشو يعمل حاجه اسمها برانكل ايه؟ وهنا يعمل حاجه اسمها برانكل ايه؟ بوفينج. يبقى اعمل لي هنا فرانشال بوسنج وبرايتال بوسنج. سبب البرايتال بوسنج والفرانشال بوسنج ايه؟ الشورت تيشو ايه؟ ديبوزيشن. لما دي تبقى بارده ودي تبقى بارده ودي تبقى بارده، خليك معايا رايز، تلاقي شكل الراس عامله زي الصندوق، بسميها بوكس شيب سكاب. طيب بعد كده نيجي للنقطه الثالثه
ان احنا عندنا في نهاية اي عظمة هنلاقي جزء ناعم كده ابيض اللي احنا بنقول عليه ايه؟ كارتلج. زي كله نهاية العظام عبارة عن ايه؟ كارتلج. الكارتلج ربنا مضبطي العظم بالكارتلج لوظيفة معينة هنقولها في النظر، لكن في نفس الوقت الكارتلج حتى ضعيف فلازم نمنع الاوفر جروسل بالكارتلج عشان العظم لانه محتفظة بالايه؟ بالقوة. انا عايز طبقة خفيفة من الكارتلج، انا مش عايز اكتر من كده. مين اللي بيمنع الاوفر جروسل بالكارتلج؟ اللي بيمنع الكارتلج بروليفريشن هو مين؟ الكالسيوم. لما الكالسيوم داخل البون يقل يحصل اوفر كروس اوف الكارتلج، يحصل اوفر كروس براس. الف سلام عليكم. اشرب حاجه بقى بعديها عشان تقل. طيب ربي والله اللي ينسون ان انا بشربه ده، لا هتشجعي ولا هتعمل ولا اي حاجه. مهم لا المهم معيش. يبقى هنا يحصل اوفر كروس اوف الكارتلج. الاوفر كروس اوف الكارتلج هيبان فين؟ هنا في نهايات العظام اللي هي باينه نهاية الريديس والعظمة فيه هنا كروس كارتلج هنا. فيعمل لي حاجة اسمها ايه؟ بروتينج. اللي يزود البروتينج ايه؟ ان الولد لما يحمل على ايدين والعظم طريق الكارتلج بيدخل جوه العظم يخلي نهاية العظم تتفرد كده يحصل لها حاجة اسمها كابينج. هنشوفها في الاكس راي. يبقى هنا سبب البروتينج ده ايه؟ كارتلج بروليفريشن مش كده وبس. الكابينج اوف ذا بون نتيجة البريشر ايه؟ الفكت مش فقط على العظمة. العظمة طرية تفرش من تحت. لما تفرش من تحت يبان البرودنج ايه؟ اكتر. مش كده وبس. تعالى تحت على رجل العيان وهتشوف هذا الكلام. ادي عندنا النهايه هنا، ادي التيبيا وادي نهايه الفيمير. طيب الاصل هنا في الامبريولوجي ان انا عندي ادي التيبيا نهايتها الميديا الماليولس، لكن الحقيقه الميديا الماليولس والناحيه الثانيه الفيبرا نهايتها اللاترال ماليولس. ان الماليولاي تو سيبريت بونز. طيب واحنا لسه قايلين في قاعده عامه ان اي عظام بتلتقي ببعض يبقى في نهايتها ايه؟ كارتريج. الكارتريج هو اللي بيفصل العظم عن بعض. فهنا بقى لما يحصل بروليفريشن اوف ذا كارتريج في نهايه التيبيا وادي الميديا الماليولس والناحيه دي برضه في نهايه اللاترال ماليولس والفيبلا هتلاقي الجزء ده عريض تبرودنج. لكن يفرق ايه عن فوق؟ ان انت هتبص هنا هتلاقي في جروف في العرض. لما تمشي ايدك كده على الجزء البارز ده تلاقي في جزء في جروف في العرض اللي هو اصلا هذا الجروف مرفان فسموها ايه؟ مرفان ساين. ايه سبب المرفان ساين؟ ان عندي تو بوينتس اوف ايه؟ اوف جروف في الكارتريج. واحدة طالعة من الماليولس والثانية طالعة من اللور شافت ولا ايه؟ اوف ذا تيبيلا او اوف ذا تيبيا. الكلام واضح؟ فهنا عمل لي المارفان ساين. طيب النقطة الأخيرة في الريكورد ساينز مهمة جدا ان احنا عندنا الكالسيوم قلنا بيقل. لما الكالسيوم بيقل مين اللي بيظبط الكالسيوم يا اولاد؟ الباراثيرمون. الباراثيرمون ككومبنسيشن هيزيد الباراثيرويد هرمون. الباراثيرويد هرمون عشان يظبط السيرم كالسيوم هيظبطه على حساب مين؟ الفوسفيت. كويس؟ هو عشان يرفع الكالسيوم لازم يرمي فوسفيت. فبتلاقي في كل عيانين الريكتس ما عدا نوع واحد انا اعرفه في النظري السيرم فوسفيت بتبقى ايه؟ قليل. ايه المشكله؟ المشكله ان عندي السورس اوف انرجي اللي عندنا هو اسمه ادينوزين تراي فوسفيت. الاي تي بي عباره عن ايه؟ اساسا كله عباره عن فوسفيت. لما الفوسفيت يقل الاي تي بي يقل. من الحاجات اللي بتستهلك اي تي بي عندي كتير المسلز. لما الاي تي بي يقل المسل باور ايه؟ يقل. يحصل جنرالايز مسل ويكنس اند هايبوتونيا. الجنرالايز مسل ويكنس وهايبوتونيا ده هيعمل ايه؟ هيخليني اخر السنه اقول لك لما العيان ده تيجي تاخد منه هيستوري هتلاقي في هيستوري اوف ديلي الموتور بسبب ان عضلاته ضعيف. الولد اتاخر في الوعاء، اتاخر في الزحف، اتاخر في المشي الى اخره، في دلايل براس موتور ديفلوبمنت. النقطه الثانيه ان عندنا الهايبوتونيا دي واضحه في العيان ازاي؟ تبص على بطنه عضلات بطنه ضعيفه يبان له كرش، ممكن تلاقي ايه؟ ابدومن، ممكن تلاقي عنده هرنيا، ممكن تلاقي عنده توزيز في الاورجنز. مش كده وبس، لما يقعد عضلات ظهره ضعيفه يبان عنده ايه؟
هيفوز. لو شلته من تحت بطنه الكيفوز ده ايه؟ نتصلح نسميه كوركتابل ايه؟ كيفوز. ده انكسبل واي. ايه هي البطن ان شاء الله في الركتس وايه هي الساينز اللي هتحصل في الركتس؟ في مشاكل في الركتس سهله كده شفت كل حاجه في الركتس حصل ازاي في الامس ده ايه؟ الريكتس روتري صحيح؟ دي جزء من الكارتر سبرول فريشن وهو كوستو كوندرا جانكشن. نتيجة الكارتر سبرول فريشن برضو في نهاية الكوستو كوندرا جانكشن يعمل لي ريكت ايه؟ ريكت روتري. طيب نشوف بقى الساينز اوف ريكتس هنا خلاص. الساينز اوف ريكتس عندنا ادي البروتين كلكم هتشوفوه على العيان. هنشوف البروتين واضح اهو كويس هنا وهنا تمام. كلكم هتحسوا المارفان ساين ده متشافى حتى محسوسه ومتشافى ميديال ولاترال ماليولس على الناحيتين مش كده وبس. لو كده ضمينا رجليك كده تو انكل جنب تو انكل تلاقي التو نيز ايه لازقين في بعض اسمها جينو باردر ايه ديفورمد. بعد كده في عنده فرانتال باصي وبرايتال باصي كويس بما يتناسب مع سنه. هو سنه سنه وثمان شهور بيحط ايدك على الكونتانيل تلاقي الكونتانيل لسه ستيل اوبن بتاع لازم نص سم لما تكون قفل تماما. يبقى هنا في دريس كروزا لمين؟ للكونتانيل. بعد كده السنان لو فتحنا بق العيان هتلاقي يا دوب اللي بدا يطلع الفيرست مولر. الفيرست مولر ده المفروض يطلع عند كام؟ عند سنه. واحنا سنه دلوقتي وثمان شهور كل حاجه طلعت على السكند مولر الكمان لسه ما طلعوش يبقى في ديليه ايه؟ دنتيشن. بعد كده نيجي نبص على صدره. كلنا لما نيجي نبص على صدره هتحسسه كده على اللاترال شيست وول هتلاقي عندهم ايه؟ ريكت روزن مش كده وبس. العيان مع النفس هتلاقي الجزء ده بيحصل له ريتراكشن عندهم هاريسون ايه؟ عنده هاريسون سالكس. لو كده قعدناه طبعا مش قادر اقعده عشان نايم كويس قعدناه هتلاقي عنده ايه؟ عنده كيفوز. شيله من تحت بطنه تلاقي الكيفوز ده ايه؟ يتصلح. وعنده امبريكال فيرنيا خفيفه وفوق بيلي ايه؟ قدهم. طيب السؤال اللي حاجه زي كده بيجي عليه ايه؟ اكزامن ذا اكستريميتيز. اكزامن ذا ايه؟ مكتوب عندكم جزء في الاوسكي باك عن اكستريميتيز والجزء بتاع الاكستريميتيز. لما يجي يقول لي اكزامن ذا اكستريميتيز هقول البوست فايندنج الاول. هو ايه اللي انا شايفه في الاكستريميتيز؟ في الابر لمب انا شايف فيه ايه؟ برودنينج. جبت ايديه كده جنب الترانك ما عنديش بون ايه؟ ديفورميتي يبقى ما فيش ديفورميتي. اللور لمب عندي مكان ايه؟ ساين. وجبت رجليه جنب بعضيها عندي شنو بارت ايه؟ شنو بارت ديفورم. بعد كده بقيه الحاجات المفروض في الاطراف في كلابنج ولا لا؟ العيال ما عندوش كلابنج. شفتوا كلكم الكلابنج مع التانول ما عنديش كلابنج. يبقى اول حاجه في كلابنج ولا لا؟ الحاجه الثانيه الكلر هل في بالور في جوندس في تايروزس؟ ما عنديش لا بالور ولا جوندس ولا تايروزس. بعد كده يهمنا في الاطراف الايه؟ الإديمة. يبقى اجي على الدورسال والذهان والدورسال والشافوت اقوم ضاغط عليهم كده اشوف ايديا بتخرج ولا في إديمة ولا مفيش إديمة والاكستنت بتاعها واصل فين؟ مفيش عندي إديمة. بعد كده في الاطراف ممكن يبان في ابنورمال موفمنت رعشه او كوريه او اي حاجه مفيش اي ابنورمال موفمنت واهمها التريمورز ما عنديش ايه؟ تريمورز. بعد كده في الاطراف يهمك اي برضه حاجات في الجلد بيربرا السر سكار مش عارف ايه الكلام اللي ممكن تلاقيه ايه في الجلد عند اي واحد فينا في مشاكل. ده الحاجات لما يقول لي اكزامن فور ذا اكستريميتيز يبقى لازم ادي كومنت على كل هذا الكلام. طبعا درجه حراره الاطراف انت تحط ظهر ايدك هنا وهنا تشوف هل هي وور ولا طول ممكن هيحتاج في اللي انت ايه بقولها في مشاكل. نعم لا مش اي واحد احنا منظوم رجلنا كده اهو اهو لازم ادخل ايديا ومشي كويس لان مش كلنا نور مش كلنا في القعده نور المهم يعني مش كل واحد ياخد نفسه ستاندرد تمام. يبقى احنا بنمشي ايديا ماشي مجرد ايه
صوابعي كده اقدر ادخلها هنا أيوة. تمام لكن امتى اقول جينو بارت كويس جينو بارت الهاند بريس بتاعتي امشيها هنا معناه ان عندي جينو بارت طب انا قدرت امشي الهاند بريس بتاعتي يبقى انا عندي ايه جينو بارت يخبطوا بعض يبقى انا عندي جينو بارت بس كده كل واحد يعرف نفسه بقى نتعب بعد كده الهاند هيمنها فيها الكريزس الكريزس انا مش قادر اقولها الا على داون سيندروم وداون سيندروم بيني وبينكم انا هتوفر اجيبه كحاله ومش معاك فاحنا هنشوفه كثلاثة شهور كل سايت لان كل عينين عندنا مش كل سايت عليه هنشوف كل سايت في ثلاثة شهور هل ده يعني تعرفوا حاجه واضحه يبقى احنا هنشوفها طيب هنبص على الحالات كويس ومعادنا السبت صباحا وعاد الحد السبت صباحا وعاد الحد الساعه 1 لثلاثة عشان ما حدش يقول ما فيش نظري يوم السبت وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.